يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين إمتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا. وروي أن عبد المطلب كان رأى في منامه سلسلة فضة خرجت منه أضاء لها العالم، لها طرف بالسماء وطرف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة نور، وأهل المشرق والمغرب متعلقون بها، فعبرت له بمولود يتبعه أهل الأرض ويحمده أهل السماء. مات والد المصطفى وهو ابن 25 سنة وقيل أكثر، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم حملا أي في بطن أمه كما صحح ذلك الحاكم في مستدركه.